Maintenant, quels sont les éléments structurels d'une révolution active, d'une résistance réelle pour libérer le pays et libérer l'individu, donc pour une souveraineté totale? Premièrement, il faut avoir une direction politique. Qiyada siyasiya. Qiyada siyasiya dawr nta hawash. تكون هي الناطق الرسمي وتكون هي المقرر للسياسة العامة، لأنه أنت ما تديرش ثورة باش ما على بالك شوية تروح. لازم كي ندير ثورة ديجا على بالي باللي كي نحي النظام هذا عندي البديل وعندي البرنامج وعندي الإمكانيات وعندي الوسائل باش البلاد ما تطيحش أون بان. كيما قلت لكم ما نطيش أنايا l'équipage de Babor, on a mon socle trottinette. Donc, c'est pratiquement la direction politique, c'est le gouvernement de la transition. Clair, net et précis. Ensuite, عندكم le commandement tactique. Le qiyada tactique. هذه الدور نتاعها هي توجه الميدان وتوجه الشعب الى كما نقولوا حنايا الاتجاه اللي ياخذوا باش تبقى الثوره سلميه باسيفيك ذكيه وفعاله انتيليجنت اي افيكاس. على بالنا سي تري ديفيسيل افير، صعيبه بزاف، باسكو علاه كيما يقولوا منا تكوي منا تحرق، مي اون ريوسيرا بربي ان شاء الله. Donc, le commandement tactique, c'est le commandement qui limite les orientations globales dans le Maïdan, dans le Watan, ou à l'extérieur du Watan. Yani, le tabi à l'extérieur du Watan. Tabi à fikriya, tabi à siyasiya, tabi à maliya, tabi à islamiya. Une mobilisation totale. Il permet de mobiliser. Ensuite, on a une direction des opérations. La direction des opérations, le rôle de ça, c'est tout simplement c'est d'orchestrer, organiser les opérations principalement de propagande, de communication et surtout les opérations de mise en valeur de la révolution du peuple numite algérien pour sa liberté, pour son identité, pour son émancipation, son droit au droit et à la justice et pour reconquérir sa souveraineté. ليبقى من بعد بيان سور سي العناصر الميدانيه. العناصر الميدانيه كاين العناصر كيما نقولوا حنايا الفكريه وكاين العناصر الاخرى الحسيه. فوالا العناصر الفكريه بيان سور سي لا لوت انتيليكتويل لا ريزيستانس انتيليكتويل على تو لي نيفو اي بيان سور لي زيليمون سنسوريال دو لا ريزيستانس يعني سكون بو بالبي. بور اجوردي شوف لا ريزيستانس لوبسيون فيولونس جماعه ما كانش كاع بصح لا ليجيتيم ديفونس حق. جو ميكسبليك يعني جامي تسمعوا القياده السياسيه تاع السي ار ان في ميسيون لوكان ولا في ميسيون اخرى يقول لكم مثلا روحوا البوليسي لدارو ديروا له ولا روحوا للجدارمي ولا نو ما عندناش. قلت لكم الدم اون اون فو با بصح نخرج في تظاهره سلميه اي با يضرب نضرب هكذا باه يفهم باللي انا تاني نقدر نضرب وما يبقاوش يستعملوا العنف مع المتظاهرين. مي 68 في فرنسا لي زيتيديون قلعوا البافي طيحوا حكومه البافي قلعوه لي باريكاد قلعوا البافي علاه باسكو العنف تواجهوا ما كانش مسار واحد اخر ما كانش نو لا ليجيتيم ديفونس سي با اون اوبسيون سي ان دروا سي ان دروا سمير ليجيتيم لا ليجيتيم ديفونس دفاع عن النفس الشرعي حق. انا نخرج هز يديا في السماء ورابط على متزاير ونقول سلمية سلمية
ويجي يضربني او في خير تما جو مو ديفون باسكو كون دافعتوا على نفسكم المره الاولى كيبداو يقيسوا فيكم بالعقل والله كون الامور يتغيرت سي ان بوفوار لاش سي ان بوفوار تراتر اي اتونسيون علاش الثورات نتاع مصر الاخرين ما نجحوش وما ينجحوش باسكو ما كانش قياده سياسيه الشعب تايق فيها وحطها قياده محنكه قادره على شقاها عندكم المثال تاع مصر عمر سيت العرايس دوبل زيرو الى السطر كملها في الحبس حتى الدفينه تاعو قريب ما دفنوش دونك سي لا فيولونس ما كانش بصح دفاع النفس حق بصح كون تبعونا احنا بربي ان شاء الله هذاك البوليسي كي يعطيه اوردر باه يضرب يخاف يجي يضرب باسكو فو سري ستركتوري باسكو لا ماس نتاعكم تكون ستركتوري لاكسيون نتاعكم الي ستركتوري كي يشوفكم باللي الشعب اورغانيزي كيما قلت لكم اون كاري باغ اكزومبل كيما لا فراد نتاع العسكر سي فو زات اورغانيزي اون كاري والله ما قدم البوليسي باسكو على بالو مادام الشعب اورغانيزي اون كاري دونك متفاهمين دونك منظمين يزرق وبكل سونس اكسبسيون الخارج ويزرق يقول لك صاي ماتنو اي تنظمت ماتنو يعودوا يحوسوا شكون القياده درك اللي نحكيو معاها باسكو اتونسيون الخارج يا جماعه المصالح نتاعو كون تحط له فار يحمي له المصالح نتاعو يقبلوا يساندوا بصح كون يحس المصالح نتاعو مهدده وراح تخلع عليه سوي سور اي لو لاش ils ont lâché beaucoup plus ils ont lâché des pays غادي نحكيو فيها ثاني في دوطر ديميسيون لو كان مي جيسبر سيتي كلار سمير باسكو لا كيسيون تاعك لي امبورطون با دو فيولونس اوكين اكسيون فيولون انفير لي انديفيدو ما كاش جامي 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 في المقاومة تاعنا راحين نروحوا العملية باش نضربوا الناس ولا نضروا الناس جامي ما تكونش باش الناس ما تديرش الكونفيجن اونتر لا ديفونس و لا ليجيتيم ديفونس حاجة أخرى لا ليجيتيم ديفونس حق شرعي باسكو في عقل الناس سو ديفوندر سي تيم لا سي ديفيرونس هانو سي ديفيرون شوف باسكو علاش واحد قاعد يمشي في الطريق وتروح تضربوا نتايا هنا tu as mené une action violente. بصح واحد جاي يضربك tu t'es défendu c'est pas de la violence. Même le قانون ما يعاقبش عليها. Exactement. Même le قانون ما يعاقبش عليها.